مجلس الأمن يعقد اجتماعا مغلقا اليوم لبحث الأزمة الليبية. ترامب يهدد بغداد بعقوبات ويحذر إيران من ثأر كبير إذا أضرت بالمصالح الأمريكية. فوز الاشتراكي الديمقراطي زوران ميلانوفيتش بالانتخابات الرئاسية في كرواتيا. التاسعة صباحا السابعة بتوقيت غرينتش، موجز إخباري جديد يأتي حضراتكم من القاهرة، أهلا بكم. يعقد مجلس الأمن اليوم بطلب من موسكو اجتماعا مغلقا حول ليبيا لبحث الأزمة هناك، ووفقا لدبلوماسيين فإن الاجتماع سيبحث سبل وقف التدخل الأجنبي في ليبيا في أعقاب قرار البرلمان التركي إرسال قوات لدعم حكومة الوفاق، وهو ما أثار قلق الاتحاد الأوروبي ودفع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى التحذير من أي تدخل أجنبي في ليبيا. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات رادعة على بغداد في أعقاب اتخاذ الأخيرة قرارا بوقف الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة. وقال ترامب في تصريحات للصحفيين على متن طائرته الرئاسية إن واشنطن لن تنسحب من العراق قبل دفع ثمن القاعدة العسكرية الجوية هناك، وأعاد التحذير بأن إيران ستواجه ثأرا كبيرا إذا أقدمت على الإضرار بأي من المصالح الأمريكية، مشيرا إلى أنه مستعد لاستهداف المواقع الثقافية الإيرانية. كما أضاف أن إدارته تدرس حاليا الإفصاح عن المعلومات والدوافع وراء استهداف قاسم سليماني. أعلنت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي أن المجلس سيصوت هذا الأسبوع على تقييد السلطة العسكرية للرئيس دونالد ترامب بشأن إيران، وجاء في بيان لمكتبها أن المشرعين الأمريكيين سيقدمون هذا الأسبوع قرارا بشأن السلطة العسكرية لترامب وسيتم التصويت عليه. كانت بيلوسي قد اعتبرت أن قتل الجنرال الإيراني قاسم سليماني في ضربة أمريكية يهدد بتصعيد خطير للعنف. جدد رئيس الوزراء الياباني تشينزو آبي التأكيد على خطته لنشر قوات الدفاع الذاتي في الشرق الأوسط لضمان سلامة السفن اليابانية في المنطقة، ودعا آبي في مؤتمر صحفي الدول المعنية إلى بذل جهود دبلوماسية لتخفيف التوتر وتجنب المزيد من التصعيد. تعهد زوران ميلانوفيتش الفائز في الانتخابات الرئاسية بكرواتيا بالعمل مع جميع الاتجاهات السياسية في بلاده وقيادة الاتحاد الأوروبي بمفهوم شامل. وأكدت نتائج بعد فرز 99% من الأصوات أن ميلانوفيتش حاز على ثقة 53% من الناخبين مقابل 47% للرئيسة المنتهية ولايتها كوليندا كيتاروفيتش، حيث أقرت الأخيرة بهزيمتها داعية إلى توحيد صفوف البلاد مع قرب تولي كرواتيا الرئاسة الدورية للاتحاد الأفريقي الأوروبي. ختام هذا الموجز، لمزيد من الأخبار تابعوا دائما موقعنا الإخباري extranews.tv. شكرا لكم.